عملت في وزارة الصحة 35 سنة حكيم، من 35 سنة ما شفتش مثل هيك فظاعة وهيك إجرام من قتل. أنا شفت جثث في الشوارع وأنا جاي من مستشفى الشفاء لحد ما وصلت هنا، شفت جثث مرمية في الشوارع رائحتها والعياذ بالله. أنا بقيت عواب دارنا وقصفوا المكان اللي جنبنا، صوبت أنا وولاد عمي وبنعم تستشفى. الشفاء؟ آه. الشفاء لا أكل لا شرب ولا الناس ميتة، لا حد بدفنهم ولا حد متنور عليهم، ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، لا في دكاترة ولا في حاجة. الدكاترة شرب. الدكاترة شرب. الممرضين في Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.